ده ميدان الشهداء، اللودر شغال، بقالة ود النيل، مركز الطيبات، مركز شبكة دوت كوم، صيدلية البقعة الجديدة، المكل العماري الأصلي، وفي شهداء الآن الحمد لله في طبلية اشتغلت قبل الموقف هاي، عشان الناس اللي شايفين عودة الحياة مستحيلة، دي طبلية الآن في ميدان الشهداء. واللي مين ربع قبل العيد بأربع يوم؟ يتكلم الناس دي سامعينك. أنا فاتح من قبل العيد بأربع يوم. الله أكبر. قبل العيد وبنصف. القوة الشرائية كيف؟ والله الحمد لله. في ناس ساكنين جنبك هنا؟ فيها في ناس ساكنة. كويس، الحمد لله، ربنا يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله. تمام، بالتوفيق إن شاء الله. ده ميدان الشهداء يا جماعة، عشان الناس اللي شايفة عودة الحياة مستحيلة، قبل ما المواصلات تجي وقبل ما المستشفى تشتغل. أهون دي الطبلية شغالة، فيها سكر وكركديه وشاي وزيت وصابون وسجاير كله، فالحمد لله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الحياة تعود بعزم الناس وبإصرارهم. دي الناس الكهرباء شغالين هنا في الملازمين جنب سلك تسري، ده الخط الضغط العالي جاي من محطة مياه بيت المال ماشي المستشفى، الناس دي شغالين هسه عشان يوصلوا الكهرباء للمستشفى. امبارح المحول بتاع الحمد لله جهزوه، دي المدرسة الهندية، دي مدرسة درمان الأهلية، دي صيني التسهري وبيت أسهري، ده مسجد الضرير، دي الناس الكهرباء شغالين هنا، ده الخط الضغط العالي ماشي مستشفى درمان. في خلال يومين ثلاثة إن شاء الله المستشفى بتنور، المحول بتاعه جاهز، حتى الزيت بتاعه كفوه، منتظرين بس الضغط العالي ده عشان يصل المحطة. يا باشمهندس الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ربنا يوفقكم. امين ان شاء الله، ربنا يوفقكم ان شاء الله. يا شباب الشمس حارة، ربنا يتقبل منكم والله، ربنا يحفظكم ان شاء الله.